السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، وهنتكلم طبعا بالتأكيد على النادي الأهلي وباقي الأندية المصرية ومشوار بعض الفرق المصرية في أفريقيا إن شاء الله. هنتكلم على أبرز العناوين، ومن ثم إن شاء الله هنتكلم في المواضيع على طول. أول حاجة هبدأ بيها طبعا النادي الأهلي، اللي هو صدمة أفشة وربيعة، وكمان تجميد أيمن أشرف، وعودة علي معلول امام سان داونز، وغياب محمد فخري عن مباراه سان داونز لتعرضه لنزله برد حاده. وكمان بالنسبه لنادي الزمالك، وصول بعثه نادي الزمالك لرادس، عنده مباراه مرتقبه جدا طبعا امام الترجي التونسي. وكمان بعثه سان داونز وصلت الساعه 8 ان شاء الله، وصلت بعثه سان داونز الساعه 8 القاهره لاستعدادا لمباراه يوم السبت، المباراه اللي انا شايفها ملحميه بالنسبه للنادي الاهلي، ومباراه عنق زجاجة. وكالعادة الأهلي في الصدارة من ناحية الجماهير بتقرير من شركة تذكرتي، وهتكلم على يعني إنقاذ كهرباء من موضوع الإيقاف. هنتكلم إن شاء الله على بعض الأمور ونحللها إن شاء الله بالنسبة لتحليل الأمور الخبرية. هنبدأ بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي عنده مباراة مرتقبة وصعبة جدا جدا من كل حاجة. أول حاجة من وضعه في جدول الترتيب، إن هو في الثاني المجموعة برصيد يعني إصفار من النقاط، تمام. عارفين ان صن داونز في الصداره بستة نقط بفوزه على النادي الهلال وبفوزه على نادي القطن الكاميروني. وعايز اتكلم في حاجه قبل ما ادخل في المباراه، بالنسبه لي بعض الصحافه بتاعت جماهير الهلال السوداني، سبحان الله، محفلين وعاملين قصص وعاملين حوارات عشان كسبوا النادي الاهلي بجون كده لا يذكر، عشان كسبوا يقول لك ام درمان ومش ام درمان والكلام ده كله. طبعا احنا عارفين ان احنا التاريخ، احنا افضل فريق في افريقيا، تاني افضل فريق في افريقيا كمان الزمالك، احنا اصحاب الرياضه في كل حاجه في افريقيا. من ناحيه المنتخبات احنا 7 بطولات افريقيا، السودان يعني كشعب محترم جدا بس مش موجود على الساحه الافريقيه، مش موجود عالميا زينا. احنا في سنه من السنين كنا تاسع العالم، كان منتخبنا كتصنيف تاسع العالم. انت بتتكلم ايه في ايه؟ فرق بين حضاره وفرق بين كوره وفي ورياضه، في الرياضه ورياضه في كل حاجه. احنا الام بالنسبه لافريقيا وبالنسبه للوطن العربي كله. ده كنت حاجة كده طالع بسيطة اتكلم فيها بالنسبة لبعض الصحافة السودانية. وكمان بيتكلموا ان يعني بيقدمين شكوى للقاف ان خايفين يجوا مصر، مصر اللي الرسول عليه السلام وصى عليها ادخلوها امنين. يعني مش عارف بيتكلم في ايه، خايف يدخل مصر يقول لك انا عايز المباراة تتنقل لدولة محايدة والكلام ده. طبعا الكلام ده مش رسمي وان شاء الله مش هيحصل، وهو ده بصراحة عاملين حفلة عشان يقول كده جيب الصدفة. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، كل التوفيق كمان لجميع الانديه المصريه اللي بتلعب في افريقيا. كمان عندنا مباراه صعبه جدا بالنسبه للفيوتشر، هيلاعب الفتح الرباطي المغربي، عنده مباراه صعبه جدا. المباراه هتقام في المغرب، اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي بيراميدز، اتمنى التوفيق للنادي الزمالك، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. تعالى بقى نخش بالنسبه لصدمه محمد مجدي قفشه، كابتن محمود الخطيب. قفشه قعد معاه وقال انا عايز اعدل عقدي وعايز اجدد عقدي والكلام ده كله. كابتن الخطيب قال له شد حيلك ورجع مستواك وارجع زي حسين الشحات اللي احنا جددنا له 3 سنين، اللي مكسر الدنيا، اللي النسخه بتاعت حسين الشحات في اخر شهرين بيفكرك بالنسخه بتاعته لما كان في العين الاماراتي، كان مكسر الدنيا، كان بيكلم الكوره. الصحافه الاسبانيه طلعت تتكلم عليه، ماركا وصحيفه اس طلعت اتكلمت عليه، مسك كامافينجا في ماتش ريال مدريد شطفه، لعيب كبير قوي الشحات، وبدا يفوق بصراحه، عنصر مميز جدا جدا في الخط الامامي، وبدا يفوق كهربا، وبدا يفوق بيرسي تاو، بدا يفوق طاهر. اتمنى قفشه يفوق، لان قفشه في وجود القندوسي مش هيلعب. القندوسي اعلى فنيا بمراحل، كمان اشاده كولر بالقندوسي بيتغنى بالقندوسي. القندوسي عنده مميزات رهيبه، لعيب شويط، لعيب بصير، عنده تنوع في طريقه لعبه، سريع بالكوره، كمان لعيب حريف، واحد ضد واحد بيعدي بالسهوله. ده لو جهز بدنيا هيكسر الدنيا في النادي الاهلي، وهيبقى له دور مهم جدا في مباراه سان داونز. عايز اتكلم كمان عوده علي معلول. علي معلول يا جماعه هو بصراحة أفضل ظهير أيسر من ناحية الأرقام، مش فنيا، من ناحية الأرقام هو رقم واحد بالنسبة لظهير أيسر جه في تاريخ النادي الأهلي، وأكتر هداف جديد جاب جوال بالنسبة لتاريخ النادي الأهلي في المركز ده. عدى جلبرتو وعدى عبد الوهاب وعدى طبعا كابتن عمارة وعدى السيد معوض، بالتأكيد اللي هو أنا شايفهم أفضلهم كلهم من ناحية المهارة ومن ناحية التكتيك. كابتن سيد معوض تاريخ وحاجة محترمة جدا. طيب إيه تاني ممكن النادي الأهلي يلعب عليه؟ أول حاجة النادي الاهلي ان شاء الله هينزل ضاغط من اول نص ساعه، بيحاول يجيب جول او اتنين في اول ايه في اول نص ساعه. هيبدا بشريف بالتاكيد، هيبدا بمحمد بحسين الشحات، وهيبدا بعبد القادر في نص الملعب. اتمنى يبدا بالقندوسي، ووراه مين؟ ديانج وحمدي فتحي مش السولية.
ان ديانج لما بيثبت حمدي فتحي بيلعب 8 بيزيد في ال 18، قندوسي حريف قوي ورجله تقيله على الجول، شريف ان شاء الله باذن الله عنده سرعات واتمنى يفوق، ناحيه اليمين الشحات عنده سرعات، عبد القادر ناحيه الشمال عنده سرعات، كده النادي الاهلي لو لعب ضغط متقدم وبرس من اول دقيقه ان شاء الله باذن الله يقدر يخطف جول واثنين. خط الظهر في سان داونز مش بالقوه بتاعت نص الملعب والهجوم، عندهم سرعات، عندهم لعيبه متميزه جدا، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. طيب تعالى اتكلم بقى بالنسبه لرامي ربيعه. رامي ربيعه يعني انت عارفين حرب الوكله، بيحاول يضغط على اداره النادي الاهلي وكيل رامي ربيعه، بيقول ان اللاعب جاله عرض من الزمالك، جاله عرض من بيراميدز، احنا عارفين القصه دي وشغل الاعلام وشغل الوكله بحيث ان يحلوا اللاعب بالنسبه لاداره النادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي يتعاقد معاه عشان ما يروحش اهلي وزمالك. خدها بقى 100 عشان ما يروحش زمالك وبيراميدز، خدها بقى مني كولر بنسبه 80% مش مقتنع ان السولية يكمل، ان 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 ربيعه يكمل، زي اشرف كده بره النادي الاهلي السنه الجايه، ايمن اشرف. فاللي عايز اتكلمه ايه؟ ان الحرب بتاعت ايام زمان ده وشغل الصحافه وشغل اللي هم يضغطوا على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي بحيث ان اللاعب يمضي في النادي الاهلي، الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل بالمره. طيب النادي الاهلي محتاج ربيعه فنيه؟ لا، عبد المنعم افضل، متولي افضل، ياسر افضل، عنده لعيبه متميزه جدا. ايمن اشرف لو رجع افضل من رامي ربيعه، رامي ربيعه الى حد ما تقيل. ومن مباراه بالميراث السنه اللي فاتت بتاعت النادي الاهلي وانا شايفه لازم يمشي من النادي الاهلي. مين تاني بره النادي الاهلي؟ بنسبه 90% ايمن اشرف. كمان عايز اطمن جماهير النادي الاهلي ان كريستو خلاص خف من الاصابه اللي كانت عنده في العضله الخلفيه وهيلعب مع منتخب تونس للشباب ان شاء الله البطوله اللي بتقام في مصر. وعايز بقى اتكلم بالنسبه للبطوله دي، بالنسبه لنا احنا فاشلين مش نافعين. بنخسر من نيجيريا، عندنا مباراه امام السنغال، كابتن محمود جابر بصراحه بيعمل حاجه غريبه قوي. فين يا كابتن؟ مش شايفين حد بصراحه. هو ده منتخبنا احنا من ايام 2001، ايام شوقي. من ايام شوقي ومن ايام اللعيبه الكبيره دي جدا ومحمد زيدان وبعض اللعيبه الجامده قوي. احنا فين؟ وجمال حمزه وحدث بقى ولا حرج. محمد محسن ابو جريشه كنا منتخب، حسام غالي فرقه. كان عندنا فرقه، فين الفرقه دي؟ ما فيهاش اي حد مميز. نهائي، كله ضحك على الدون زي ما بيقولوا. اتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله امام السنغال. السنغال مشطفانا في كل حاجه، مطلعنا من كاس عالم، نهايه كاس عالم، كمان اخده مننا بطوله افريقيا للامم. يعني ان شاء الله اتمنى التوفيق، ويعني يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني نبدا نفوق نفسنا، نبدا نبقى على الساحه. يا جماعه احنا طول عمرنا اصحاب الرياده، الرياده عماله بتمشي مننا، الدنيا عماله تسرسب مننا كده. كمان في بطوله افريقيا الكاميرون قربت مننا جدا جدا، غانا قربت مننا جدا، عايزين نفوق نفسنا في البطوله الجايه باذن الله. لازم لازم يبقى فيه خطه وبلان محترم نمشي عليه بالنسبه لخريطه الكره المصريه. فيتوريا ان شاء الله يعمل حاجه كويسه، ومفيش محسوبيات، مفيش ضغط من الاعلام عشان ده اهلاوي، وضغط من الاعلام عشان ده زملكاوي، وضغط من الاعلام عشان ده اسماعيلاوي. اتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. تعالى بقى اتكلم بالنسبه للنادي الاسماعيلي، كابتن حمزه الجمل المران الاول ليه بعد قالت كابتن ميدو. كابتن حمزه الجمل حاجه محترمه جدا، عامل شكل حلو قوي للفرقه السنه اللي فاتت، اتمنى له التوفيق باذن الله، واتمنى للنادي الاسماعيلي التوفيق. وعايز بقى اتكلم بالنسبه للنادي الاهلي رقم واحد في مصر. طب من ناحيه ايه؟ شركه تذكرتي بتقول ان النادي الاهلي اكتر جماهير في 16 مباراه الاخيره حضرت بالنسبه لجماهير مصر كلها بالتعاقد مع شركه تذكرتي، لان هي عندها الاحصائيات 43,000 تذكره بالنسبه لجماهير النادي الاهلي من تقرير من شركه تذكرتي. رقم واحد الاهلي، رقم اثنين 43,000، رقم اثنين طبعا نادي الزمالك 35,000، رقم ثلاثه النادي الاسماعيلي. يا جماعه الانديه الجماهيريه انديه جماهيريه، الفريق اللي عنده تاريخ عنده تاريخ. 27,000 النادي المصري، 13,000 نادي المحله، 16,000. اتمنى التوفيق طبعا نادي الاتحاد السكندري السيد البدر 28,000. اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه خاصه الانديه الجماهيريه اللي خلاص سنه ورا الثانيه كده ما بنلاقيهاش. اسوان الحمد لله رجع لنا السنه دي، نادي جماهيري، نادي بلد. اتمنى التوفيق كمان لزهره الجنوب اللي النادي الاهلي كسبها اخر مباراه 3-0. احنا دلوقتي شغلنا الشغل كله النادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي عنده مباراه مصيريه، لازم يكسب سان داونز، لازم يكسب سان داونز ان شاء الله. نادي الزمالك عنده مباراه حياه او موت، اي نتيجه غير الفوز نادي الزمالك بخ. كمان في حاله مكسب شباب بلوزداد هيبقى الموضوع صعب قوي. اتمنى من ربنا ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك. احنا عارفين الصفقات الجديده كلها وصلت تونس، ناصر منسي راح تونس. كمان عايز اتكلم بالنسبه استبعاد فتوح، فيريرا من الاخر بيأدبه. فيريرا اعتمد اكتر على عبد الشافي، خبراته متميزه جدا، لعيب كبير، لعيب مميز في السن ده وعنده سرعات.
اتمنى توفيق نادي الزمالك. شيكا هيبقى له دور متميز جدا ان شاء الله باذن الله، يقدر يقف يعني يرجح كفه نادي الزمالك. كمان عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا بالنسبه لجماهير نادي الاسماعيلي، كابتن حمزه الجمل يا جماعه ابن النادي وابن البلد، ابن اسماعيليه، لازم كلنا نقف في ظهره، لازم كلنا نسانده. اتمنى ان شاء الله من ربنا نادي اسماعيلي يرجع زي المواسم اللي فاتت. وده كنت طالع اتكلم في حضراتكم النهارده في بعض الامور الخاصه بالشارع المصري. لو عجب الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. لو تابعنا على اليوتيوب، لو تابعنا على الفيسبوك، يا ريت تعمل لايك وشير الفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.